اهلا بيكم مرة تانية وبيوند بريتي فيس. النهاردة هقول لكم طريقة عمل الماسك الطبيعي لمعالجة الحبوب. انا كنت اتكلمت عن الماسك ده قبل كده في الروتين للبشرة اللي انا عملته، الفيديو اللي عملته قبل كده اتكلمت فيه عن الماسك، بس ما وضحتش ايه هو الماسك بالظبط، لان انا قلت ان الماسك ده مهم جدا فحابة ان انا اتكلم عنه بالتفصيل. فلو محدش شاف الفيديو ده انا هسيب لكم اللينك بتاعه في اخر الفيديو ده، ممكن تشوفوا بقى بقية الخطوات التانية اللي تقدروا تعملوها بعد الماسك. الماسك ده ميزته ان هو كله حاجات طبيعية، يعني كلها حاجات متوفرة عندنا كلنا، بس كل حاجة فيهم ليها خاصية معينة او فايدة معينة بتعالج بيها الحبوب والبشرة الدهنية وحتى كمان البشرة الجافة، بتديها ترطيب حلو قوي. اول حاجة من مكونات الماسك ده هي العسل، هنحتاج معلقة عسل ومعلقة زبادي كبيرة، يعني العسل معلقة صغيرة والزبادي معلقة كبيرة، وهنحتاج معلقة صغيرة قرفة، واهم انجريدينت هو الكركم هنحتاج منه برضو معلقة صغيرة، وهنحتاج اي فيتامين سي، يا اما نص ليمونة او زيت البرتقال، او زيت الليمون، اي حاجة منهم يعني، مش لازم التلاتة. بس حاجة هقولها واحدة، ان احنا لو هنعمل الماسك ده بعد كده هنتعرض لأشعة الشمس، يبقى مش لازم خالص الليمون ولا زيت البرتقال، لان بيتفاعلوا مع الشمس فممكن ان هو بعد كده يعمل التهابات للبشرة، فبلاش منه خالص. ولو هنحطه بالليل يبقى تاني يوم لازم نحط سان بلوك، يكون اتليست الاس بي اف بتاعه 50+. طيب انا عايزة في الاول اعرفكم ليه كل انجريدينت من دول احنا بنستعملهم. اول حاجه العسل، العسل هو يعتبر زي انتي بايوتيك طبيعي، بيعالج البشره من او بيشيل اي ميكروبات او اي حاجه على سطح البشره. الزبادي، الزبادي فيه اللاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد ده هو حمض، فبيشيل كل خلايا الجلد الميته اللي على السطح، وفي نفس الوقت برضو بيدي ترطيب حلو قوي للبشره. برضو القرفه، القرفه برضو بتعتبر زي مطهر للبشره او انتي بايوتيك، برضو لو في اي الجراثيم اللي بتعمل الحبوب الميكروبات الحاجات دي كلها بتعالجها. والكركم وده انتي انفلاماتوري، يعني اي التهابات على البشره بيهديها، عشان كده هو بيعالج الحبوب كويس جدا. زيت البرتقال او الليمون احنا بنستعملهم علشان لو في تصبغات او اي بلامشز او اي اثار حبوب قديمه، ده بيفتحها وبيخلي لونها، بيوحد لون البشره يعني من الاخر. فهوريكم بقى طريقه عمل الماسك ده ازاي. اول حاجه هناخد الزبادي، الزبادي هناخد منه معلقه كبيره زي ما انتم شايفين، بعد كده هاخد الكركم، هاخد منه حوالي معلقة شاي، بعد كده القرفة برضو هاخد منها نفس الكمية تقريبا، معلقة شاي، والعسل هاخد برضو معلقة شاي. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تستعملوا يا اما نص ليمونه يا اما زيت البرتقال، انا هستعمل زيت البرتقال لان هو المفروض ان تاثيره اقوى من الليمونه، فيعني طبعا يفضل زيت البرتقال، بس لو مش عندكم ممكن تستعملوا عادي الليمونه. بس خلي بالكم لان زيت البرتقال بيبقى تركيزه عالي جدا، فمش محتاجين نستعمل منه كتير، يعني هما نقطه او نقطتين بكتير قوي. بس كده هنخلط بقى كل المكونات دي كده كويس مع بعض. وعلى فكرة المزيج ده عادة بيبقى ريحته حلوة جدا، يعني لان طبعا ريحة القرفة والليمون والعسل والحاجات دي بيبقى ريحته حلوة جدا يعني. طيب بعد ما خلطناهم كويس بيطلع عندنا المزيج بالمنظر ده، ده هيكفي ان احنا نعمل بيه ماسك تقريبا مرتين على الاقل، مش الكمية دي مش هتبقى مرة واحدة بس. يستحسن بقى في طريقة الاستعمال ان احنا نحط الماسك ده في التلاجة، ما نستعملوش على طول، يعني لو عندكم وقت، يعني ما عندكوش وقت عادي ممكن تستعملوه على طول، بس انا بفضل ان هو يتحط في التلاجة الاول بعدين تستعملوه، لان هو لما بيبقى ساقع شوية بيهدي البشرة كده وبيطريها اكتر يعني.
وأنا لما كان عندي حبوب كنت بستعمل الماسك ده تقريبا كل يوم لمدة أسبوع. بعد الأسبوع تقريبا الحبوب كلها خلاص راحت. هو أنتوا بتبتدوا تشوفوا التأثير بتاعه بعد أول استعمال، بس الكونسيستنسي أو لما بتستعملوه كذا مرة ورا بعض بتفضلوا تتابعوا على طول، بتبتدوا تشوفوا النتائج أكبر يعني. طيب بس كده، انتوا كل اللي بتعملوه ممكن بظهر المعلقة كده بتشيلوا الماسك وبتحطوه على بشرتكو، هتسيبوه على الأقل تلت ساعة قبل ما تشيلوه. بس انا شخصيا كنت بسيبه لحد ما بينشف خالص، يعني كنت بحط لاير كده مش خفيفة، يعني لاير كده محترمة، وبسيبها لغاية ما تنشف تماما. ده كان بياخد حوالي مثلا نص ساعة، ساعة الا ربع ماكسيمم. بعد ما بتنشف بقى، الطريقة اللي كنت بغسله بيها قبل ما بغسله بالمية، بفركه شوية على بشرتي، بعمله كأنه سكراب. فده كان طبعا بقى بيشيل كل خلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء والحاجات دي كلها، وكان إلى جانب ان هو بيخلي البشرة طبعا ما فيهاش حبوب، كان كمان بيخليها ناعمة اكتر. بس وبكده اكون شاركت معاكم طريقه الماسك اللي ساعدني ان انا اعالج الحبوب. زي ما قلت لكم، ما كانش الماسك بس الحاجه الوحيده اللي بعملها، كان الماسك بلس روتين تاني كنت بعمله كل يوم، روتين صباحي وروتين ليلي للعنايه بالبشره. هي دي الحاجات اللي خلت ساعدتني ان انا اتخلص من الحبوب. وزي ما قلت لكم، هسيب لكم الفيديو التاني بتاع روتين البشره، هسيبه لكم في الديسكربشن بوكس تحت، وهسيبه لكم في اخر الفيديو برضو، ميك شور ان انتوا تشوفوه لو ما كنتوش شفتوه اوريدي. بس وبكده يكون ده الفيديو النهاردة عن الماسك الطبيعي اللي انا قلت لكم عنه. اتمنى يكون الماسك ده كان مفيد ليكم. لو حد فيكم جرب الماسك ده وعجبه او جاب تأثير معاه، يا ريت يكتب لي في الكومنتس تحت. لو حد عنده سؤال او اي اقتراح برضو، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.